مساء الخير، أخبار الآن في دقيقة لهذا اليوم نبدأها من لبنان. كتلة المستقبل بزعامة سعد الحريري تجدد وقوفها وراء قيادة الحريري وتندد بالتدخل الإيراني في شؤون الدول، وفي بيانها شددت على العلاقات الأخوية مع المملكة والوفاء لدورها التاريخي في دعم لبنان. في الصومال، فصيل تابع لتنظيم داعش حصل على تمويل من قادة المجموعة في سوريا والعراق وتمدد بشكل كبير خلال العام الفائت، حيث نفذ هجمات في منطقة بونتلاند في شمال شرق البلاد وفق تقرير صادر عن هيئات رقابية في الأمم المتحدة. في فيتنام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إقامة صداقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر ممكن، لكنه ليس متأكداً من حدوث ذلك. أما في تغريدة على تويتر فقد قال ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي أهانه بوصفه أنه عجوز، وقال إنه لن يصف مطلقاً كيم بأنه قصير وسمين.